خلونا نشوف مدى التزام المواطنين المصريين بقى بالإجراءات الاحترازية في ظل تزايد الأعداد أعداد المصابين. معنا هدير جميل مراسلة مساء دي أم سي. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا جاسمين، كل سنه وانتي طيبه وكل مشاهدينا بالف خير. انا موجوده تحديدا دلوقتي في شارع الترعه البولائيه في نطاق حي شبرا، الحي الشهير بخصوصيته وتميزه الشديد خاصه باجواءه الرمضانيه في مثل هذا التوقيت المهم والمقدس. والحقيقه انه هنا الكل بيحتفل، مسلم ومسيحي ايضا، يعني من متعارف عليه جدا ان احنا نشوف مشهد زي اللي على يميني مثلا، الهلال يعانق الصليب وهو جزء من زينه رمضان بهذا الميدان الحيوي. يعني الزحام ليس فقط في العربيات وسيارات في الشوارع، لكن أيضا المارة والجالسين على المقاهي بأعداد كبيرة حول نطاق أكثر من مطعم وأكثر من مقهى. ربما هذا لا ينظر إليه البعض بشكل إيجابي في ظل الأجواء التي نعيشها من جائحة كورونا، فالقليل ملتزم بارتداء الكمامة، وأمام تقريبا كل شخص ملتزم بارتداء كمامته عشرات الغير ملتزمين بارتداء الكمامة. وبرغم أيضا التزام بعض الأماكن بعدم إدخال أي مواطن بدون ارتداء كمامته والتزام بعدم وجود الشيشة وبعض الإجراءات الاحترازية، لكن على المستوى الفردي لا نرى هذا الالتزام بشكل واضح أو كافي بما يتناسب مع حجم الإجراءات التي من المفترض أن نأخذها في ظل التهديدات ببعض تهديدات البعض المختصين بموجة ثالثة من كورونا. فمثلا رأينا للأسف في جولتنا قبل قليل أعداد كبيرة جدا من المواطنين والشباب على المقاهي، يعني ربما 14 شخصا أو 15 شخصا يجلسون في نطاق متجاور دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي ودون ارتداء أي منهما الكمامة. وهذا المستوى الفردي ربما بحاجة إلى بعض الاهتمام وبعض الالتزام أيضا. على المستوى الآخر أيضا فيما يخص صلاة التراويح والالتزام بالمساجد، هناك التزام أيضا من قبل العاملين بالمساجد وغيره على أن لا يتوجه شخص من المصلين لصلاة التراويح دون مصلاه الشخصي ودون ارتداء الكمامة. هناك يعني التزام بالإشارات التي تحافظ على التباعد الاجتماعي بين المصلي والآخر، وهناك التزام بغلق الحمامات ودور المياه التابعة للمساجد وأيضا دور المناسبات. ولكن أيضا نرى بعض المصلين من غير الملتزمين بعد خروجهم من المسجد، يعني بمجرد خروجهم من المسجد وبعد صلاة التراويح ينزعون الكمامة ويعني يتقاربون بعض الشيء في محاولة للترحيب والسلام بالأجواء الرمضانية اللي احنا اعتدنا عليها. ربما مزيد من الالتزام يجعلنا نستشعر بروح رمضان مع الحفاظ أيضا على صحتنا، هو بالضبط ما نحتاج إليه بالأيام القليلة القادمة حتى نهاية الشهر الفضيل. إليك. شكرا جزيلا الزميلة هدير جميل مراسلة مساء دي ام سي.